يا اهلا بيكم مره تانية. رجعنا عشان نبتدي مع حضراتكم اول فقره حواريه في حلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي. والحقيقه من الحاجات الحلوه قوي اللي ساعدتنا وشرفتنا ان احنا بقالنا فتره بنبتدي مع حضراتكم كل يوم البرنامج باخبار حقيقي تسعد متعلقه بمشاركتنا ومشاركه البعثه المصريه في وهران 2022. انجازات، بطولات، ارقام قياسيه بتتحقق وبتتحطم، ميداليات ذهب وفضه وبرونز. فالحقيقه حاجه عظيمه جدا. عايزين بقى نتكلم وبشيء من التركيز على هذه الانجازات، وده اللي هيحصل في الفقره دي بالتحديد. ودي الفقره اللي منورانا من خلالها الاستاذه دينا نبيل الناقده الرياضيه. صباح الفل يا استاذه دينا، واهلا بيكي. صباح الفل على حضرتك. صباح الفل عليكم وصباح الفل على الساده المشاهدين. منورانا والله بجد، وملف مهم جدا والناس كلها سعيده وحاجه مشرفه جدا لمصر بصراحه. ولادنا بيروحوا بيحققوا انجازات كبيره جدا، حتى لو اتكلمنا ان هي بامكانيات مش كلهم امكانيات عاليه. بتتكلمي كمان في النسخه ال19 أول نسخة كانت في اسكندرية عام 1951، بنتكلم عن 43 ميدالية دلوقتي مصر حصدها، وعندنا 11 ذهبية، فالدنيا حلوة جدا. خلينا نبدأ معاك يا دينا وتحكي لنا أصلا يعني تاريخ المشاركات لغاية لما نوصل للمشاركة السنة دي اللي هي النسخة الـ 19، عشان برضو السادة المتابعين والمشاهدين يكونوا عارفين مصر تاريخيا في هذه المنافسة عاملة إزاي. يعني يمكن زي ما انت قلتي هي بدأت في اسكندرية، كانت أول نسخة ليها. يمكن مؤخرا يعني مصر، هو انا كنت متوقعه بصراحه ان احنا نحقق عدد ميداليات ذهب اكتر، بس احنا لسه عندنا فرصه ان شاء الله ان احنا نحقق المزيد من الميداليات. لكن ترجونا ليا بطولة 2018 اللي كانت في اسبانيا، يمكن حققنا فيها حوالي 18 ذهب. البطوله اللي قبلها في 2013 كانت في تركيا، جبنا 21 ميداليه ذهب. يعني يمكن التوقعات كانت كتوتال، انا كنت متوقعه ان احنا نوصل 50 ميداليه، وده ان شاء الله هنحققه باذن الله. لكن عدد الميداليات يمكن كان في توقعات ان هي تزيد عن كده. 43 يعني قربنا. هو لسه في منافسات النهارده ومنافسات بكره. دايما بنقول دوره العاب البحر المتوسط بتبقى اعداد قوي للبطولات اللي هي زي العالم والاولمبياد. لان كمان بتبقى مقياس كمان، يعني بنشوف الدول اتطورت قد ايه. يعني مثلا تركيا متصدره حتى الان، جايبه تقريبا 66 ميداليه، يعني رقم كبير جدا. يعني بشوف ان دورات العاب البحر المتوسط دي مش بتبقى المنافسه فيها طبعا زي الاولمبيات وزي بطولات العالم، بس بتبقى مقياس بنشوف فيها الدول اتطورت قد ايه في الالعاب المختلفه. وفيها لاعبين ولاعبات في كتير من الاحيان بيبهروا العالم في دورات اولمبيه بعديها. انت عندك دول معينه، انا هنا مش بتكلم بقى على دول البحر المتوسط بالضروره يعني، بس انت عندك مثلا دوله زي المغرب من قديم الازل سباقين في حته العدو بمسافات مختلفه في الجري، هم طول عمرهم عندهم ابطال وبطلات في كل المسافات الحقيقه. بتشوفي منافسات قويه برضو. بنشوف منافسات قويه جدا. تونس مثلا عندهم في السباحه ناس اقوياء. عندنا احنا يعني كانت مش عايزه اقول مفاجاه، بس بسنت حميده حطتنا على التراك. يعني حطتنا على تراك لعبه احنا ما كناش قريبين فيها قوي، او ان احنا بنحقق فيها ميداليات. كمان اول بنت تحقق في العدو، فانجاز كبير جدا طبعا ليها يعني. فبشوف ان هي يعني انجاز كبير جدا زي ما بنقول. كمان يعني اهميه البطوله او اهميه دوره الالعاب ان هي تورينا احنا فين من العالم. احنا مثلا في حاجه محتاجين ان احنا نزود فيها شويه الملاكمه، احنا شويه بعاد فيها او ما حققناش فيها المتوقع. الكاراتيه مثلا والله حققنا انجازات حتى الان، انا بشوف ان هي كويسه. يمكن لو رجال وسيدات على فكره بالظبط، في ريال اشرف واحلام وعبد الله ممدوح انجازات كبيره. ويمكن البعثه كمان فيها كان اعتقد ان علي الصاوي كان المفروض ان هو يشارك، ده بطل عالم برضو. اعتقد لو كان شارك كان برضو هيرفع رصيد مصر من الميداليات. منتخب السباحه يعني كان المفروض ان هو مشارك بس اعتذر عشان خاطر دوره الالعاب المائيه، دوره عالم للالعاب المائيه، بطوله العالم عفوا للالعاب المائيه. حلو، دوره العالم بطوله العالم للالعاب المائيه اللي في بودابست. لو كان شارك برضو اعتقد ان رصيد مصر كان هيرتفع شويه، لان احنا عندنا سباحين مميزين جدا زي فريده عثمان ويوسف رمضان، يوسف القماش، مروان القماش، كل دول ناس مميزين جدا. اعتقد ان احنا كنا ممكن ننافس اكتر لو البعثه كانت يعني مشاركه بعدد اكبر كمان من اللاعبين. كويس، هناخد البطوله دي او المنافسه دي ودوره العاب البحر المتوسط علشان نبني لباريس 2024.
هنطلع منها او لو بدينا بخبرتك كده خلاص، هو فاضل حاجه يعني ايام بسيطه جدا، بخبرتك احنا ايه المشاكل اللي واجهتنا في هذه الدوره علشان نقدر نقول ان احنا يعني نحلها قبل بقى باريس 2024، عشان لما نيجي وقتها ما نقولش اصل احنا كان عندنا مشكله ما، اصل احنا كنا بنعاني من كذا، لا خلاص احنا عرفنا اللي بنعاني منه وهنعالجه عشان نروح ما يبقاش عندنا اي مشكله تمنعنا ان احنا نحصد اعلى ما يمكن كمان يعني ميداليات في تاريخ مصر كلها ومشاركتها في الاولمبياد، اصل ايه اللي يمنع؟ بالظبط، يعني زي ما قلت دوره الالعاب البحر المتوسط تخلينا كده نشوف درس مستفاد احنا في كل لعب احنا فين. كويس. لازم بالاحتكاك يعني عشان خاطر نستعد صح، هو اصلا اي اعداد للاولمبيات لازم يبدا من الاولمبيات اللي قبلها، مجرد ما الاولمبيات يعني مجرد ما كانت طوكيو خلصت المفروض الاعداد بيبدا لباريس على طول وراها على طول، ما بستناش دوره العاب البحر المتوسط او بطوله عالم، لان هي كمان الفتره يعني حظنا ان باريس الفرق بينها وبين طوكيو قليل عشان طبعا تاجيل طوكيو لمده عام. فالوقت قليل جدا. بشوف ان اهم حاجه الاحتكاك، يعني لازم اللاعب ما يقتصرش فكره ان هو يشارك في بطوله افريقيا، يشارك في دوره العاب البحر المتوسط، لازم يخوض معسكرات بره، يشوف اللاعبين اللي هم بره ابطال العالم والاولمبياد، الابطال الاولمبيين دول يتنافس معاهم، يشوف مستواهم وصل لفين عشان خاطر نعرف احنا فين. يعني معسكرات اول حاجه خارجيه، دي اكيد هتحتاج من الاتحادات المختلفه طبعًا مبالغ ماليه مختلفه. طبعا. طيب هل ده متوفر ولا في مشاكل برضو عشان الناس تبقى عارفه؟ والله هو مؤخرا بصراحه الدوله مش متاخره خالص، يعني دعم للاتحادات مادي معنوي، بنشوف يعني المسؤولين عن الرياضه بيهتموا جدا ان هو يدعموا اللاعبين بتوعنا في الالعاب الفرديه، ده يمكن ما كانش موجود في سنين فاتت، يعني اعتقد ما كانش فيه الاهتمام قوي اللي هو المادي والمعنوي دوت للابطال الألعاب الفردية. كان لازم ده يحصل وبسرعة عشان في فترة من الفترات كان عندنا مشكلة، حتى بصي عنوانها ايه، التجنيس. بكل ما فيها من يعني حاجة تزعل يعني، فاهمة ازاي؟ فما نخليش أبطالنا يلجأوا للأمر زي ده، احنا أولى. لازم طبعا ان احنا نحافظ على ابطالنا، يعني عندنا ابطال عندهم مشاكل كثيره جدا في العاب فرديه، يعني يمكن الازمه اللي حصلت مؤخرا بتاعه بطلنا في السكواش محمد الشوربجي فجرت ازمه، او مش فجرت ازمه يعني اللي هي خلت فتحت عينينا كده زي ما بنقول، هو ايه المشاكل اللي عند الابطال الفرديه، وان كانت مش الاولى، مش الاولى خالص. بس هو محمد الشوربجي عشان بطل عالم ومصنف رقم واحد سابقا، فهو الناس ركزت قوي، خصوصا ان احنا سكواش احنا متالقين فيه جدا يعني سواء على مستوى الرجال او السيدات، فهي زي ما بتقول الازمه فتحت عينينا كده، طب انت بتعاني من ايه، طب انت محتاج يعني كان في ازمه كمان تحديدا اللاعب دايما بيطلب الرعايه الطبيه اكتر حاجه. اوكي انت جايب لي مدرب وجايب لي معد بدني وجايب لي، بس فين الرعايه الطبيه لو حصل لي اصابه او حصل لي حاجه اصابه مثلا طويله المدى، مين هيعالجني، مين هيصرف عليا، مين هيتابع معايا التاهيل؟ برضو على ذكر الازمات يا استاذه دينا، يعني مثلا حاجه زي اقاله المدير الفني لمنتخب الطايره قبل المشاركه بساعات تقريبا، اكيد كان ليها تاثير سلبي انعكس في سوء النتائج اللي احنا حضرينها. يعني هي كانت مفاجاه كبيره، كانت مفاجاه كبيره جدا، ان هو كان مدرب هولندي جيدو فورمالين، المفروض ان هو كان خلاص مسافر مع البعثه، فجاه وصلنا يعني خبر من اتحاد الطيران ان هو المدرب مش مسافر مع البعثه. طب ليه يا جماعه؟ لا اصل حصل ان اللجنه الاولمبيه قالت ان هو مدرب تاريخه مع مصر مش احسن حاجه في النتائج، فبالتالي لا هو ما يسافرش. طب ليه القرار؟ يعني انا حتى سالتهم في الاتحاد، طب ليه قبل دوره الالعاب بثلاث او اربع ايام؟ الرد كان ايه بقى؟ الرد لا، ده هو كان الكلام من وزاره الرياضه، كانت زي توصيه كده من وزاره الرياضه من شهر 5، بس القرار كان جه من اللجنه الاولمبيه ان هو يعني الخطاب، ان هو الخطاب يوم 18/6 ان هو لا ما يسافرش، يعني خطاب اللجنه. يعني هي كانت توصيه من الوزاره ان هو ما يسافرش، ايه التوصيه دي؟ غريبه شويه. هو في الوزاره بيبقى فيه زي لجنه فنيه. طب والبديل مين؟ ما انا لما اوصي ان هو ما يكملش مين البديل؟ عشان ما فيش بقى، ما لحقناش ان يعني احنا نوصي ان هو يمشي ومش مهم بقى مين البديل والفريق مع نفسه. هم حاليا غريبه دي شويه ولا بتهيألي؟ لا طبعا هو موقف غريب، كان غريب القرار، يعني لو كان اتاخد بدري عن كده الموضوع ما كانش هيبقى غريب بالنسبه له، لان هو فعلا المدرب في فتره سابقه مع المنتخب الطايره ما حققش حاجه. وعايز اقول برضو ان احنا منتخب الطايره احنا بعاد كتير قوي عن المنافسه، يعني غير اليد خالص، اليد احنا بنروح بنناطح ابطال العالم والدنمارك وفرنسا، يعني بننافس بقوه. الطايره احنا الدوره اللي فاتت بتاعت الاولمبياد ما تاهلناش ليه، بطوله افريقيا اللي كانت الصيف اللي فات حققنا مركز ثالث. بطوله ايه تاني؟ يعني بطوله العالم الاخيره. يعني منتخب الطايره سافر بدون مدير فني.
هو المدرب العام كابتن حسن الحصري هو اتصعد ان هو يبقى قائم باعمال يعني بالظبط كده. بس معلوماتنا ان هو المفروض ان في مدير فني اجنبي هيقود المنتخب، لان احنا عندنا بطوله عالم للطايره الشهر الجاي في اغسطس وسبتمبر هتتعمل في بولندا وسلوفينيا، فلازم هيبقى في مدير فني اجنبي، مش هيتم الاعتماد على مدرب مصري. اوكي طيب، لو رحت شويه معاكي برضو لبعض الاسماء المشاركه المصريه اللي منهم ناس من الاهلي بصراحه، وانا اتوقع وكلنا نتوقع ليهم مستقبل كبير جدا كمان ورفع اسم مصر في الاولمبياد كلها اللي جايه، منهم هنا جوده مثلا. يعني هنا جوده عايزه اقول لحضراتكم الصحف العالميه كتبت عنها كلام، لو حضراتكم تخشوا تتابعوا يعني ولا اروع، كمان لصغر سنها وهي بتتكلم ان هي بتنافس ناس عندها 38 سنه وابطال وبتكسبهم، يعني حاجه اسطوره زي ما بيتقال بجد ما شاء الله عليها يعني. وطبعا اسماء كتيره جدا مختلفه، منها لسه كنا بنتكلم عن باسنت حميده، الباك جراوندز بتاعه اللعيبه، يعني احنا عارفين ولاد الاهلي احنا عارفينهم، بقيه اللعيبه بيلعبوا في نوادي برضو في مصر، يعني كلمينا حتى لو نبدا بباسنت. يمكن باسنت هي اساسا فتاه اسكندريه اصلا، يعني من اسكندريه مش من القاهره. باسنت كانت ظروفها يعني دايما بقول ان عوض ربنا عظيم جدا. باسنت كانت قبل الاولمبياد كانت هي المفروض مشاركه في الاولمبياد، فجاه جالها اصابه قبل الاولمبياد بايام قليله جدا حرمتها ان هي تسافر من الاولمبياد، فيمكن كانت مفاجاه يعني صعبه جدا، لان هي كان متوقع ان هي تحقق حاجه في الاولمبياد. حتى هي البنت كانت يعني منهاره جدا بعد قرار ان هي مش هتلحق الاولمبياد، حدث انت بتستعد له بقالك 5 سنين او 4 سنين وفجاه انت بره، فكان صدمه كبيره جدا ليها. انا ربنا عوضها على رايي بالظبط. كل مصر لسه بقى في باريس ان شاء الله ربنا ان شاء الله. هي كمان سنها صغير مش كبير، يعني دايما انا بشوف ان احنا لازم الناس، طبعا كل الاحترام لجميع الابطال وحتى اللي ما حققش ميداليه طبعا يعني شرفنا، بس الابطال اللي هم الصغيرين في السن دول لازم نهتم بيهم قوي، زي ما كنت بتقولي هنا جوده، نعمه في الاثقال، نعمه في الاثقال، نعمه سعيد بطله هايله بصراحه. امبارح كانوا كلهم مشايرين لها الصوره بتاعتها بالظبط. يعني مين تاني عندنا برضو؟ بسمه في الاثقال جابت برونز، برضو عندنا اشرقت امبارح جابت في التايكوندو ميداليه. بالذات الابطال والبطلات اللي بيجيبوا لنا ميداليات وخصوصا ذهب في رياضات مش متعودين نشوف عندنا ابطال بيلعبوها. يعني كنت بتكلم من شويه مع نهاوند في حته ان احنا الى حد كبير بتحصل دايما فكره ان احنا نجيب ميداليات متنوعه في رياضات القوه، رفع اثقال، مصارعه الى اخره، لكن رياضات الجري مثلا رياضه الجري مش ده العادي بتاعنا. فكانت باسنت مفاجاه حلوه لكل الناس الحقيقه. كانت مفاجاه كبيره جدا لينا باسنت، يعني يمكن هي اول فتاه مصريه تحقق الانجاز دوت. وكمان امبارح هي اضافت 200 متر، كانت بصراحه الفيديو بتاعها وهي على عزف العالم المصري كان حاجه يعني مؤثره جدا، لان خصوصا ان احنا في العاب كده لما نكون احنا بعيد عنها ومش متوقعين او نجيب فيها فبيبقى الموضوع فرحه اكبر يعني. باسنت طبعا، وعايز اقول برضو الاثقال يعني عوده قويه جدا لمنتخب رفع الاثقال. ونعمه سعيد جابت ذهبيتين بالظبط كده، ولسه النهارده كمان في منافسات في الاثقال. شفتي مين اللي جايب الذهبيات واكتر من مره؟ خلاص يا جماعه الموضوع مفروغ منه بقى، ربنا يكون يعني هنبتدي نهتم على كل حاجه. دي حاجه تسعدنا الذكوريه بقى. اكيد كلنا بنسعد بالموضوع ده. ماشي، فعندنا ابطال هنا جوده مثلا ودينا مشرف في التنس طاوله الذهب بتاع الفرق طبعا. مريم الهضيبي طبعا، يعني اساطير في تنس الطاوله. احنا في تنس الطاوله وعمر عصر طبعا، مش عايز يعني طبعا احنا بنتكلم على البنات بس عمر عصر طبعا. عمر طبعا أسطوري. طبعا بطل اسطوري عمر، يعني بصراحه يعني مقاتل وروح وعزيمه وهو بيلعب كده، حاجه يعني انا كنت اتمنى ان هو يعني يحرز ذهب، بس ان شاء الله طبعا املنا فيه كبير في باريس. لسه قدامه كتير جدا. احنا هنروح فاصل عشان لسه عندنا كلام كتير جدا مع استاذه دينا وهنرجع نكمل. اتفضل يا كريم. شايفه كده؟ يا اهلا بيكم مره ثانيه، رجعنا عشان نكمل كلامنا مع ضيفتنا اللي منورانا في الجزء الاول من يعني الفقره الحواريه الاولى من حلقتنا النهارده، الاستاذه دينا نبيل الناقده الرياضيه. واللي انا عايز اسالها على تفصيله كده اعتقد ان هي ممكن تبقى يعني ادرى من غيرها بيها، فكره يا استاذه دينا من قديم الازل انت عارفه في الرياضات المختلفه كره القدم طول عمرها ليها وضع شديد الخصوصيه، هي معشوقه الجماهير في العالم كله طبعا. وطبعا هي الرياضه المفضله رقم واحد عند الناس وحتى عند الرعاه بطبيعه الحال. هل لاحظتي في الفتره الاخيره نتيجه ظهور نجوم تحديدا مصريين في رياضات كنا مش متعودين نسمع عنها اخبار لا تسر ولا تضايق، كنا بعيد اصلا عنها، هل ده غير من وعي الناس ومتابعتهم لرياضات تانية إلى جانب كرة القدم
ومؤخرا الاسكواش وكره اليد، يعني في رياضات كانت طول عمرها الى حد كبير مغموره، هل الوضع باقي على ما هو عليه ولا الوضع اتغير مؤخرا؟ يعني انا بشوف ان الوضع فعلا اتغير مؤخرا. دايما كان الالعاب اللي هي الفرديه او زي ما بنقول كده الالعاب الاخرى بتبقى دايما تسليط الضوء عليها بيبقى في وقت الاولمبيات اكتر، بس انما احنا شايفين دوره زي بتاعت العاب البحر المتوسط ديت اهتمام كبير جدا اعلامي، يعني ميديا بتغطيها، صفحات الفيسبوك ناس بتتكلم عنها، متابعه انجازات ابطالنا. صحيح. فالوضع لا مؤخرا اتغير خالص، يعني طبعا تظل طبعا كره القدم هي اللعبه الشعبيه الاولى وده حاجه ما عمرنا ما هنقدر نغيرها ابدا. تاتي بعدها طبعا كره اليد، لكن الالعاب الفرديه ما كانش حد قوي بيتابع مين انجاز او حاجه حقق ايه، لا الوضع اتغير مؤخرا بقى في فكره ان اتابع ده عمل ايه ده، لان كمان يعني من اولمبياد ريو دي جانيرو لما كنا حققنا ميداليات في الاثقال قبلها كمان، يعني يمكن من ايام كرم جابر، لا الناس بقت مهتمه تحقق مين حقق ايه ومين جاب ايه. محمد رشوان قبليه كمان، ده من زمان قوي. انا بتكلم عن يمكن كرم جابر فعلا الوقت ده انا فاكراه، احنا كنا صغيرين بس انا فاكراه عمل وكانت الجائزه مليون جنيه، انا فاكره كانت الجائزه مليون جنيه والله فاكره انا وقتها، وكان ضجه كبيره وكلنا واحنا اطفال كنا بنبص له بجد كان نموذج، يعني احنا نفسنا بقى كده. فدي كانت يمكن البدايه ان بعد كده ابتدت الالعاب الفرديه او ابطال الالعاب الفرديه هم اللي يفرضوا نفسهم على الساحه ويجذبوا الانتباه ليهم بصراحه. بالظبط، يعني هي يمكن كرم جابر كان حصل ضجه كبيره قوي وقتها والناس كلها ابتدت المصارعه يعني ابتدى عمل حركه كده في الالعاب الفرديه، بعدها فعلا ابتدت يمكن بعدها بحبه يعني ابتدت الرعاه يتجهوا للابطال الالعاب الفرديه، فبالتالي بقى كل لاعب عنده سبونسرز وعنده ناس مهتمه بيه وبيطلع في التلفزيون، فبالتالي الناس ابتدت تعرف ده بيلعب كاراتيه ده بيلعب. كمان عايز اقول الانجاز بتاع فريال اشرف في اولمبيات الاخيره طبعا علق قوي مع ناس، صحيح الكاراتيه مش هيشارك تاني للاسف في دورات اولمبيه بس الانجاز الكاراتيه كان علق قوي فكره الكاراتيه والناس. طب ما بيحصل انجازات في مجالات مختلفه، يعني حضرتك من شويه قلتي الى جانب كره القدم قلتي كره اليد ان بقى لها خلاص نجوميه، النجوميه دي ما جاتش من فراغ، جت من انجازات رهيبه اتحققت طبعاً. فبالتالي خلاص القي على الرياضه دي ما يكفي من الاضواء خلاها بقت رقم اثنين بعد كره القدم. طب ما احنا عندنا انجازات يمكن اكتر كمان من كده في رياضات تانية ولغايه النهارده برضو ما فيش تصعيد حصل لابطالها، ما فيش دعايه اكتر اتعملت للرياضات دي، ما فيش اهتمام اكتر من الاتحادات المعنيه بابطال الالعاب دي، ده نتيجه ايه؟ يعني زي ما قلت هو يمكن الموضوع محتاج دعم مادي اكتر، يعني هو دايما انا بشوف يعني عايز ان انت تتالق في لعبه او تتميز فيها قوي لازم تصرف، والله بجد ده بشوف دايما الموضوع دوت ده مبدا. عايز تصنع بطل اولمبي الموضوع محتاج مكلف جدا، عشان خاطر تصنع بطل اولمبي يقدر يروح يجيب لك ميداليه، الناس اللي هم بتوع امريكا واستراليا والصين الناس اللي بتروح تعد بالكام ميداليه في الاولمبياد دول الناس دي بتصرف كتير قوي. طبعا احنا طبعا فرق امكانيات، انا ما اقصدش ان انا اقارن طبعا يعني، بس لازم انت تشوف بطل عندك موهبه، عندك بطل عنده موهبه او انت شايف فيه ان هو يقدر ينافس، انت البطل ده لازم ترعاه وتعمله معسكر زي ما قلت لسه من شويه، معسكرات وتصفره وتعمله زي معايشات كده بره عشان خاطر يقدر ينافس، ان هو يكون تجهزه، يعني تجهيز الاولمبياد ده بيبقى قبلها بسنين كتيره قوي ان انت تقدر تجهز بطل ينافس قدام. زي ما قلت الصرف شيء مهم جدا، فكره يبقى عندك خطه ده اساسا دي حاجه معظم الاتحادات عندنا مش ما عندهاش خطه اصلا لقدام انت هتعمل ايه. بس اقول لك على حاجه يا دينا بصراحه، النوادي كمان لازم مع الاتحادات، بس النوادي لازم يكون عندها خطط اعداد البطل الاولمبي. وانا لو هتكلم عن النادي الاهلي وانا مش بتكلم هنا علشان احنا بننتمي النادي الاهلي، يعني بقول لحضراتكم وده واقع بقى له فتره طويله، وكابتن محمود الخطيب تحدث عن النقطه دي فكره اعداد البطل الاولمبي وذكر كذا حد من عندنا وذكر اسم هنا جوده وقال لك انا عايز ولاد النادي بتوعي في الرياضات المختلفه كانش بس كره القدم خالص ان احنا يعني نجهزهم للاولمبياد دايما. ففكره هنا النوادي اللي لازم تشتغل على ده، وفكره بعد كده الاتحادات ان هي تستلمهم وتجهزهم كمان ماديا بالشكل المطلوب، هو ده اللي هيجيب النتيجه المرجوه، يعني عشان برضو الكلام يبقى صح متسيستم او الرؤيه تبقى واضحه. اللي نهاوند بتحكي لك عليه ده دينا هو اللي ابتدى يؤتي ثماره مؤخرا وابتدى يسمع. بالظبط كانت بتتكلم من شويه نهاوند على ايه، على مجموعه وقعدت تقول لنا في اسماء
ابناء وبنات النادي الاهلي بصفه خاصه منورين قوي في البعثه دي، من ضمن الناس اللي عاملين انجازات محترمه، ففعلا الموضوع ده في منتهى الاهميه. هو في اساسا يعني احنا دايما الانديه الشعبيه في انديه في العاب مش موجوده فيها اصلا، يعني في العاب فرديه مش موجوده اساسا، يعني مش هقول اسماء طبعا، بس في انديه شعبيه انت ممكن انت لو عملت فرع للعبه دي يعني هتطلع لنا نجوم كبار جدا زي هنا جوده او زي مصطفى عسل في الاسكواش. في النادي الاهلي يمكن اللعبه مش اولمبيه، بس مصطفى بطل كبير يعني في وقت صغير جدا ما شاء الله ابتدى يطلع للمركز الثالث، وان شاء الله صحيح. يعني نتمنى ان هو يطلع في صداره التصنيف العالمي للسكواش. فعندك لاعب هتهتم بيه، هتعمله معسكرات وتدريبات كويسه وتعده كويس كانديه زي ما نهوان كانت بتقول، هتطلع للمنتخبات طبعا بشكل كويس. كمان وزاره الرياضه مؤخرا عامله مشروع البطل الاولمبي او مشروع البطل القومي، اللي هو بيطلع المفروض ان هو بيروح المحافظات عشان يشوف مين موهوب في ايه بالزبط. في التايكوندو والاثقال والقرى والاماكن المغموره والاماكن المحدوده بالظبط، فدي هتفرق جدا ان شاء الله مع المنتخبات في المستقبل. المفروض احنا بنشكرك على وجودك معانا النهارده، نورتينا واسعدتينا، وان شاء الله نشوفك على خير. نورتينا ايدينا بجد والله، بجد استمتعنا بوجود معاك والله. ربنا يخليك. طيب يا حضرات هنطلع فاصل سريع وبعد كده نرجع ان شاء الله، او حضراتكم ترجعوا بالسلامه تلاقوا نهوان مجهزه لكم موضوع في منتهى الاهميه يهم كتير جدا من حضراتكم في تاني واخر فقراتنا، واشوفكم على خير بكره ان شاء الله.